بهذا الرالي حطينا كتير منيح، اشتغلنا على السيارة وعلى السيت اب كتير أنا وفيديك وهيك، والحمد لله توفقنا يعني. بعد بدنا نعمل هيك كم شغلة صغيرة بس، إنه كان كل شيء بجنن بالرالي. بمرحلة نمبر 4 عملنا تذكر، ضيعنا شي 25 ثانية، كنا تقريبا رابعين وتأخرنا شوي، رجعنا بعدين ضلينا ماشيين على نفس الريتم والحمد لله ما صار معنا أي شيء ورجعنا عوضنا يعني. وصلنا 40 توتال بكل الكاتيجوري و30 بالجروب ان، فشعور كتير حلو وحب اتشكر فيليب كتير يعني والفريق وكل اللي عم ينظموا هذا الايفنت وانتو كمان، ويلا على رأي لبنان ان شاء الله. ثانك يو. وصلنا بالمركز الرابع عبر ربيع ايوب وكاتي جروسو وايضا كاس البروموشن لربيع ايوب وكاتي جروسو.